اكيد باش نحاولوا نحكيوا معكم في الاطار هذا، نحاولوا نحطكم مساحه قبل في الاطار، نعطيكم المفاهيم الرئيسيه حول حقوق الانسان، والناس يكون على وعي ودرايه بشنو الحقوق نتاعهم، كلك سواء اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه ومختلف الحقوق، كيفاش ينجموا يحميوا رباحهم من الانتهاكات هذيا ويعزوا حمايه حقوق الانسان رغم كل الظروف اللي نجموا يكونوا متواجدين فيها. بيان سور حقوق الانسان هي الحقوق اللي يتمتعوا بها جميع الافراد مجردين من كل الخلفيات اللي تكون عندهم، كلك سواء خلفيات سياسيه، خلفيات اخرى ثقافيه، خلفيات ايديولوجيه، كل واحد وشنو الثقافه نتاعو، لكن تكون حقوقه مكفوله قانونا كلك سواء على المستوى العالمي وزاد كيف على المستوى التونسي. مرحبا بكم بتليفوناتكم وتفاعلاتكم معنا على 70 35 120 والى 77 288 289. حاضرين معنا عديد من الضيوف بما منهم القارين، بيان سور خلينا نبداو بضيوفنا. حاضره معنا مدام هند البريق رئيسه الفرع الجهوي للرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان. مرحبا بك مدام هند. وبيكم مرحبا بالساده مستمعين حياه فام. مرحبا بك استاذ فيصل الكعبي مختص ومعالج نفسي كيف العاده. استاذ فيصل حاضر معنا. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بمدام هند وبنصر الدين وبجميع المستمعين والمستمعات ان شاء الله. مرحبا نصر الدين. اهلا وسهلا مريم، مرحبا بك ومرحبا بكل الناس اللي تسمع فينا. الحقيقه انا فرحان اليوم بحضور اثنين يعني من رموز الحقوقيه والنضال في تونس، فرحان ياسر بتواجد مدام هند البراق رئيسه الفرع الجهوي للحقوق للرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان، وسي فيصل فرحان برشا بوجودهم اليوم معنا. مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالسادة مستمعين. موضوع مهم ومهم جدا اليوم، نحكيو على حقوق الانسان بصفه عامه، واش نحاولوا نحطوا السادة مستمعينا في الاطار هذيا، شنو الحقوق نتاعهم. والحقوق هي مكفوله منذ سنوات خاصه بالنسبه لدولتنا احنا دوله تونس، لكن ما يسالوش نتناولوا كل الجوانب، هل انه فعلا هذه الحقوق تعتبر مكفوله والا لا، هل انه نحكيو على الحقوق من الناحيه الموضوعيه فقط. بيان سور نحبوكم انتم زادة تتفاعلوا معنا في الاطار هذايا، وبيان سور هكا خيره الاشخاص اللي نجموا يمثلوا هنايا حقوق الانسان، اللي حتى قبيله بشويه في الاف كنا نحكيو على تاريخ زاخر وزاخر جدا بحضور مدام هند البريق رئيسه الفرع الجهوي للرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان، وزاد الاستاذ فيصل الكعبي عنده تاريخ في الامور هذايا كحقوقي بيان سور قاعد ينشط في الاطار هذايا، هو حتى في مواضيع قبل كنا حكينا استاذ فيصل قلتي كحقوقي تكون ديما صارم في المواضيع هذوما وقت اللي تحدثنا على ظاهرة البراكاج. اليوم مش نحكيه على الحقوق بصفة عامة، بيان سور هل هي مكفولة وإلا لا، اختلاف الحقوق. مرحبا بأمنة بوخيت في الإخراج التقني الحساسي، محمد سيف الدين أبو العريس كوتي ديجيتال، وتلقاو سوسن في استقبال مكالماتكم الهاتفية. خلينا ننطلق مع مدام مريم باش نوسع الموضوع ولكن في طرح الأسئلة للحقيقة حقوق الإنسان منذ انبثقت 48 ولا منذ بدأت في تونس مع الرابطة في 1977 هناك نقاش حاد داخل الحقوقيين، هل موضوع حقوق الإنسان مخصوص به النخبة الواعية السياسية والواعية اللي تناضل مع حقوق الإنسان ولا يكون جماهيري شعبي؟ أنا من نوع من يمكن أخذت دائما نقاشي من الجانب الشعبي، أنه ضروري حقوق الإنسان تكون شعبية ومتناول الفهم كل الناس. أنا باش نبسط برنامجنا اليوم ضروري يهتم به كل الناس، وباش ندخل الناس لهذا الحوار نقول أنه ديننا الإسلامي وكل الديانات جات لتكريم الإنسان. الدين جاء كرم الله بني آدم، ولهذا الإنسان أقدس شيء موجود على الأرض، أقدس من الكعبة وأقدس من أماكن مقدسة، أقدس من كل شيء على الأرض هو الإنسان. إذا إنسان يكون مؤمن بالله ومؤمن بالدين ضروري أقدس شيء عنده في الاحترام، ويحترم الإنسان مهما كان لونه، مهما كان دينه، مهما كان جنسه، مهما كان عمره، ما فماش خصوصية لي. إذا هل ضروري إحنا إذا نقول مسلم ضروري نكون نحترم حقوق الإنسان كأول عبادة قبل الصلاة وقبل الحج، أنه يحترم الإنسان ويحترم حقوق الإنسان. إذا
كل مواطن ومواطنة إذا يكون يحترم دينه ويحترم ثقافته ضروري أن يكون حقوقي، يحترم حقوق الإنسان في أبسط معانيها. أبسط مس بكرامة الإنسان هو مس بالقدسية الدينية، ومس بإنسانية الإنسان، بإنسانية الإنسان، وهنا يخرج حتى من الدين، نقول يخرج من الدين الإسلامي. أنا استفزازي خطابي الاستفزازي باش نحث المستمعين والمستمعات أنهم اليوم يتدخلوا ويعبروا عن إذا كانوا مؤمنين حقا بدينهم بحضارتهم ضروري أن يكونوا حقوقيين ويكونوا ساهرين مش لحقوقهم برك، لحقوق الآخر أي كان هذا الآخر، مرة أخرى أي كان لونه، أي كان جنسيته، أي كان دينه، ثقافته، عرقه، ثقافته، عرقه، ضروري نحترم الإنسان، وذيك أحسن وأقدس عبادة لله باش تعبد رب العالمين ويرضى عليك رب العالمين أنك تحترم الآخر في إنسانيته وفي اختلافه أيضا في اختلافه إنسانيته بكل الاختلافات. فوالا هذه هو شخطو بعنيها احنا حابين نحطهم في الإطار حقوق الإنسان، نبعدوا على نخبة معينة تهمها حقوق الإنسان، خاطر حتى بعد ساعات مدام هند ممكن في الإطار هذه فما شكون يتناول كتيفة الحقوقي ويقول لك أنا هذيك هو أنا حقوقي في الإطار هذه، لكن ملغزمه يكون مش عارف ومش على دراية بشنية الحقوق الأساسية، هو كان سطر على كلمة حقوقي لكن ملغزمه ما يعرفش شنو هو اكزاكتومون. مدام هند انت كرئيسة الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان، حتى قبيله بشويه دخلنا شويه في التاريخ وقلنا ولايه القيروان كانت سباقه حتى في الاطار هذايا، شنو انت كحقوقيه خليني نقولها حقوقيه باتم معنى الكلمه تعريفك وكيفاش تنجم توصل الرساله بالنسبه للاشخاص اللي يسمعوا فينا واللي ينضويوا تحت كلمه حقوقي هما ماهمش حقوقيين؟ شكرا للسؤال. انا من هنا نحب نبدا تعقيب على كلام السي فيصل. ثم ناس تعتقد انه معنى حقوق الانسان هي معناها كجمعيه ولا كمنظمه هي نخبويه وعلاش ما تكونش شعبيه وما تكونش جماهيريه كما كنت تقول تو، على خاطر مش كل الناس يؤمنوا بحقوق الانسان. كي باش تكون لي منظمه جماهيريه معناها باش يدخل لها اللي يؤمن بالحقوق الانسان واللي ما يؤمنش بحقوق الانسان، مثلا يجي نهار اخر معناها ينتمي للرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان انسان لا يؤمن بالمساواه. تحدثوا معنا عن المساواة تلقاه معنا عنده فكرة أخرى، ولا لا يؤمن مثلا بحق الحياة. هذاك علاش الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تبقى منظمة نخبوية ويلزمها تبقى منظمة نخبوية لا يدخلها ولا يخوض معنا غمار معنا النضالات الحقوقية إلا من يؤمن بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأول معنى ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو حق الحياة. تو يجيشي معناها معقول معنى انسان معنى حقوقي وهو يقول لك لا ما يسالش احنا معناها لما لا ما نخليوش حالات فيها اعدام ما ينجمش يكون حقوقي. هذا ينجم يكون معناها عنده فكر ونحترموه وكل واحد معناها، اما ما ينجمش يكون مناضل رابطي، ما ينجمش يكون مناضل حقوقي. هذاك علاش مش ممكن الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان تصبح منظمه جماهيريه ولا منظمه شعبيه، خاطر يلزم اللي يدخل ماشي ناظر في 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 صفوف الرابط لازم يؤمن بما جاء في الاعلان العالمي. ودائر احنا قبل لا يدخل اي انسان معناه ياخذ انخراط يعمل استماره نتاع ترشح، يترشح اش المطلوب منه انه يكون مطلع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومؤمن بما جاء فيه ويلتزم بالدفاع عن تلك المبادئ، يلتزم بمعنى ان هي انتماء للرابطه. انا احترم هذا وكل جمعيه عندها ضوابطها وتقول هذه الضوابط من يحترمها يدخل للمنظمه. انا احكي بشعبيه وجماهيريه الحقوق انه تتوسع هذه الثقافه لتوصل نشر لكل ثقافة حقوق نشر ثقافه حقوق الانسان الى كل انسان على وجه الارض. على وجه انا اقول مع تدريس حقوق الانسان في من الابتدائي من المدرسه باش نفهم التلميذ زميله التلميذ يعني التلميذ زميله ما يلزمش اذا عنده لباس مش في المستوى معناها ضروري انه هالثقافه ذي
تكون شعبية هذه من ناحية هذه يولي إذا صوتها فاهما. أنا قصدت معناها أنه معنى الانخراط معناها في الرابطة يعني يصبح معنى منخرط هو من يؤمن بهذه المبادئ ويدافع عنها ويستميت في الدفاع عنها، لأنه نهار آخر كي باش يخرجوا احنا مع بعضنا معنا كمناضلين رابطين ندافعوا على قضية عادلة مثل قضية المساواة ولا قضية معناها حق الحياة ولا قضية معناها الحق في التعليم ولا قضية معناها الدفاع عن ضد التمييز بكل اشكاله يعني العنصر معناها سواء كان على مستوى اللون او الجنس او اللغه او الدين. اذا كان مش ندخلوا احنا نهار اخر نخوضوا غمار هذه المعارك غمار هذه النضالات يلزم نكونوا كلنا مع بعضنا ما نكونوش احنا داخل الرابطه معناها كل واحد عنده راي وكل واحد عنده وجهه نظر. هذاك علاش الرابطه يلزمها تبقى معناها نخبويه يلزمها تبقى منظمه معناها عندها دي روبير نقولوا معناها عندها ثوابت مقاييس ثوابت نتاعها هي حقوق الإنسان، حقوق الإنسان الكونية، حقوق الإنسان معناها اللي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 واللي ناضلوا من أجلها معناها ناضلت من أجلها الشعوب واللي معناها صدقت عليها أغلبية الأمم في العالم. هذاك علاش حقوق الإنسان أنها تصبح ثقافة، أنها تصبح من عقلية، أن تصبح معناها معناها مبادئ معناها في كونية. أرض مبادئ تمارس في أرض الواقع. هذا عمل كل إنسان يؤمن بهذه الحقوق. مدام هند أنت قلت هو اليوم ضروري من الضروري أنه تكون حقوق الإنسان تصبح ثقافة وعقلية تمارس على أرض الواقع. تعقيبا على كلام سي فيصل قبيلة شوية قال أنه في إطار يعني توسيع الرقعة لحقوق الإنسان وتبسيطها وإيصالها إلى مختلف الناس على وجه الأرض اليوم. هل أنه فما وعي اليوم باش نسألك سؤال بحقوق الإنسان في الواقع عندنا؟ في الحقيقة إذا كان نحكي على الوسط معناها التونسي معناها في تونس معناها إحنا خير من برشا بلدان في مجال حقوق الإنسان وإحنا مازلنا ناقصين برشا برشا في نفس الوقت لأن كثقافة معناها مازال فما قدامنا عمل كبير برشا نشر هذه الثقافة الثقافة الحقوقية مازال قدامنا عمل كبير كما قال سي فيصل يلزمها تبدأ من معنى نعومة الأطفال من الطفل من الروضة أنت هو قال لي من المدرسة الابتدائية من رياض الأطفال يعني أنتم تدعو اليوم يعني إلى مثل نشر وضع برامج دراسية تعليمية يعني في البرامج هناك تعليمية. مادة تتعلق بحقوق الإنسان لماذا؟ هي منهجية التواصل هذا أنا سمحني بكري بشكل استفزازي راكم ولكن إيماني أو قناعتي أن حقوق الإنسان مش غريبة على ثقافتنا لأنه بعض الأنظمة الاستبدادية ومش مش ندخل فيها الحوار كبير تقول أنه تدعي أنها تدعي بحقوق الإنسان في حين أنها مسألة غربية تمارس في هضم أنه مبادئ غربية وما عندناش علاقة بينا وإحنا غريبة نقول لا راو إذا إحنا مفروض نعطيه دروس سمحني نعطيه دروس لعلم أجمع مفروض نعطيه دروس لعلم أجمع في الحقوق إذا التزمنا بحق الدين اللي جاء به محمد. أما للأسف منذ البداية منذ وفاة الرسول زاغوا عن المبادئ الأساسية للدين وأصبحوا يضطهدوا في الناس بس للسلطة ولي ضروري أن نعيد قراءة أمر طبيعي لأن الإسلام هو دين كوني هو دين كوني ودين حقوق إنسان أي هو دين كوني جاء معناه ليختم الديانات السماوية وجاء الإنسانية جماعة هذاك علاش يقوم أساسا هو بالفعل يقوم أساسا على المساواة على العدالة على الحرية هذه كله معناه لتبسيط مسألة حقوق الإنسان وضم أوسع نطاق معين من الناس نقول للمستمعين والمستمعات اللي يستمعوا فينا راكم مخصوصين بهذا معنين. إذا ما تهتموش بحقوق الإنسان راكم تمسوا بالدين الإسلامي هذا اللي نحب نقوله راي مش مسألة كونية أنه والله اللي يصير في الغرب احنا نعملوه نقول لا ما عندوش علاقة أنا فما مبادئ آمن بها الغرب ولا ما آمنش وأنا أشك أن الغرب يؤمن بحقوق الإنسان لأنه عنده موازين ألف ميزان وميزان في النظر لحقوق الإنسان ما ينظرش للعربي كما ينظر للأوكراني ولا ينظر وقص على ذلك قضية الهجرة غير النظامية في نظرة الدول الغربية وفي مكافحة الهجرة غير النظامية ندخل في الموضوع ذلك خلينا في تونس نقول كيف ناشى حقوق الإنسان هذه تخرج من المكاتب ومن الجمعيات
الرابطة ولا غيرها، تخرج إلى أرض الواقع، تعامل الإنسان المدرس مع تلميذه، التلميذ مع زميله، الراجل مع زوجته، الراجل مع أبنائه. فما تجاوزات لحقوق الإنسان يندلها الجبين في أسرنا اليوم، العنف اللي صاير للأطفال مسلط على الأطفال، شيء يندله الجبين. 74% من النساء المعلفات يعني هو تعنيف زوجي، ولا اليوم القتل للنساء. ولا ضروري انا نقول، ضروري عليا وعليك وعلى كل انسان ان يوصل للناس هذوما، يقول لهم راكم تتجاوزوا حقوق الانسان وتمسوا بكرامه الانسان، سواء كان ابنك، زوجتك، زوجك، والدك، راكم تمسوا بكرامه وتمسوا بالدين، ما عاد تخرجوا من الدين. سامحوني مش نكفر في الناس، اما نقول راهو صلب الدين هو احترام انسانيه الانسان اللي قدامك. ممنوع عليك دينيا انك تمارس العنف او تمارس او تهين له كرامته او راي، وحفاظا وانا اقول هذا حرصي على حفاظا على الأسرة وعلى الجماعة وعلى الأمة، لكن ضروري نحترم الإنسان كفرد أيا كان عمره، أيا كان رأيه، أيا كان اختياراته. من أراد منكم أن يكفر فليكفر، من هذا نص قرآني. هل تجيو إذن ما يلزمش تتخالفوا النص القرآني في احترام رأي الآخر، في احترام وجود الآخر، في احترام توازن الفكري وتوازن النفسي. هذه الأمور ضروري نقولها، لازم تكون شعبية، ضروري أن خطابنا يخرج من النصوص الحقوقية الكونية هذه اللي جبتها. أنا في الإطار هذا سي فيصل، في الإطار هذا سؤالي عنها. في الإطار هذا يعني سؤالي المدام هند، نقولها يعني وقتاش اليوم نشوفه يعني الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يعني كما قال سي فيصل نخرج شوية مك الديناميكية وك الروتينية اللي لاحظناها، يعني نوعا ما كما قلت أنت نخبوية نشوفوها هي بالرغم اللي الرابطة راهو دورها كبير، وشفناها يعني في عدة قضايا كيفاش نصر الحق وتحركاتها ومواقفها يعني اللي تشهد لها وثابتة وتشهد لها، لكن نشوفوها تدخل يعني للواقع، تعرف الناس اليوم راهو كي نحكيوا على الحقوق نحكيوا على الحق في الصح، الحق في التعليم. نشوفوا احنا اليوم نسبه الانقطاع المبكر عن الدراسه في التلامذه، الناس اليوم اللي في بالك اليوم كي نحكيوا كي ندخلوا للريف والمناطق الريفيه وين يتعمق البؤس يتعمق الفقر، نحكيوا مثال على الناس اللي تعمل في الشميو، اللي يهبطوا يوميا من حفوز، من الوسلاتيه، من عين جلوله، من سبيخه، يهبطوا مره في الاسبوع ولا مش عارف يعني حسب المواعيد الطبيه اللي يضبطها الطبيب في الوقت هذاك، يهبط مرة في الأسبوع بالرغم حال الحالة الصحية اللي هو يعيش فيها وتعب وكل شيء، يهبط مرة في الأسبوع للمركز الولاية اللي نياكا باش هو يقوم بالشيميو بعملية الشيميو هذه. دونك الحين أنه هو حق معناه المفروض حق مكتسب من نظري، هو مش هو راه مش صحة برك. أولهم هي حق الحياة، أول مبدأ من بعد حق الإنسان هو حق الحياة. نقولوا حق الحياة يتبعها حق الماء الصالح للشراب، حق الصحة، حق التعليم، حق النقل، كل ذي حقوق أساسية للإنسان، حقوق أساسية. الحق في محاكمة عادلة، الحق في المساواة أمام القانون، الحق في تكافؤ الفرص، يعني أنك تعطيه الفرصة كما تعطي لغيره، الحق في الحماية من تعصب السلطة. نعم نعم، هذه الحق. تقول لي بكري أنت الرابطة معناها شوية معناها مش بعيدة على الواقع، لا الرابطة في كل موجودة، في قاعدة تزور في السجون، قاعدة تزور في معناها الأماكن المغلقة، يعني وهي ثم الطفولة المحرومة، عندنا اتفاقية شراكة مع معناها الشؤون الاجتماعي، قاعدين نزوروا، عندنا اتفاقيه شراكه مع وزاره الداخليه، نزوروا احنا الوحيدين نزوروا مراكز الاحتجاز او مراكز الايقاف، قاعده معناها الرابطه كل يوم متواجده في المحاكم وين ثم القضايا اليوم، القضايا معناها فما تراجع كبير في مجال حقوق الانسان، كي نتحدثوا على تونس فما تراجع كبير، مؤشرات تخوف معناها اليوم مقاضات معناها دكتوره في الصباح اليوم جلسه دكتوره لاني معناها رفض التمييز بين المرضى في الجهه في القروان، رفض التمييز بين المرضى، فكانت معناها نتيجه ذلك انها تحال على العداله. صحفي معناها رئيس قسم اخبار نزار الاحسن في المهديه معناها وقف امام القضاء وتحكم سنه سجن، معنا النشطاء السياسيين
معناها يمارسوا في معناها معناها حقهم في معناها التعدد ومعناها يدافعوا على حقوق المواطن وعلى معناها يحبوا يفتحوا عين المواطن على معناها حقوقه وواجباته فيقع معناها محاكمتهم. راي الرابطه اليوم تحلت لها واجهات كبيره برشا، مش فقط معناها دورها معناها الاساسي ولا العادي هو نشر ثقافه حقوق الانسان. احنا نمشيو رانا للمدارس، عندنا اتفاقيه مع وزاره التربيه، نمشيو للمدارس، نمشيو للمعاهد، للاعداديات، زرنا المبيتات المدرسيه، الجامعات. في الاسبوع الفارط كان لنا لقاء مع في كليه معناها الحقوق والعلوم السياسيه في القروان، معناها حول العنف ضد المراه، وكان هناك تفاعل كبير بين معناها عده منظمات منها الرابطة وبين الطلبة. والرابطة معناها إلى جانب نشر الثقافة الحقوقية، واللي قلت أنا راه مازال ناقص ياسر ياسر، لأنه مش دور الرابطة فقط، هو دور الرابطة، دور الإعلام، دوركم أنتم كإعلاميين، هو دور معناها وزارة التربية والتعليم أن لما تخصيص مادة اسمها مادة حقوق الإنسان، دور الجامعات، دور حتى رياض الأطفال. يلزم ثقافة حقوق الإنسان تنشأ معانا معناها من 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 الدار، من المدرسة، من الجامعة، دور كل غيور على هذا الوطن. إذا الوطن مش ما يواصل حياته، نقول لا وطن لنا ولا استقلالية إن لم نحترم الإنسان كرامة المواطن. إذا كان الإنسان في إنسانيته، هذه الباز قبل ما تبدأ الاقتصاد، احترم الإنسان في إنسانيته تطلق سبل للنمط الاقتصادي والاجتماعي. ولا هذا مفروض يكون هالرسالة التثقيفية كما قلت سيدة هند، عنده هي مسؤولية كل إنسان واعي وغيور على هالوطن هذا. لازم يبدأ، أول ما يبدأ يقول كيفاش نحترم، نجم نغيروا العقلية، نحترم المواطن في إنسانيته، كيفاش نجم نغيروا العقلية ونخليه الإنسان يحترم الإنسان مهما كان نوعه، مهما كان جنسه، مهما كان لونه، مهما كانت معنى ثقافته، مهما كانت آراءه، مهما كانت ديانته. يلزم نغيره العقلية، وتغيير العقلية يلزم تخدم عليه جميع الأطراف، راه مش الرابطة برك. صحيح الرابطة هي معناها عندها الدور الرئيس، لكن كذلك كل الأطراف هي معنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان. الرابطة ضرورة مكسب وطني بالنسبة لنا لتاريخيتها، وضرورة حياتية اليوم لقضايا كما تقول المحاكمة وقضايا ترفع او ترفع تو في العالم الاجمع، في العالم الاجمع تو قص عليك سامحني. هدفي انه يكون حزام شعبي حول الرابطه، حول هذه المؤسسه العتيده، يكون حزام شعبي لدعمها في نضالاتها وفي قيامها ورفع صوتها وهذا ما ينجم يكون الا ما تكونك الحزام هذاك يؤمن بثقافه حقوق الانسان. وهذا دورنا لنشر الثقافه مره اخرى لتبسيطها. أنا هدفي نبسط هالمفهوم لحقوق الإنسان باش يصبح الخبز اليومي لكل إنسان، كل مواطن كأين كان عمره، يقول أنه حياتي، وجودي، تفسير وجودي، سبب وجودي هي حقوقي كإنسان واحترامي لحقوق الآخر. إذا آمنا بهذا كل شيء واللي بس كل شيء واللي سهل أي حتى صنع المستقبل. هو في الإطار ذي صحيح منذ النشأة من المفروض كنا نزرع احنا في صغيراتنا، لكن حتى احنا معنا كنا سباقين على المستوى الوطني، مستوى تونس اللي عنا رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، عنا ناس نشطاء في المجال هذي. لكن ملغزمو مدام هند هنية، المواطن البسيط معناها خلينا جست بين ظفرين نقول المواطن البسيط بالنسبة له يغزر، خاصة الوضع المعيشي اللي قاعدين نعيشه فيه، يغزر حقوق متاعو هي صحة، تعليم، الحاجات البساط اللي قاعدين نغزلو لهم مش ماليش باش نعد ولا يقولك ما هوش موجود، يقولك حتى معناها انتم على شنو قاعدين تحكيوا، يعني قاعدين ديجا مفارقة هنا بين الفئات المجتمعية. كل المؤشرات تدل على ذلك، كل المؤشرات تدل على انه تكاد حقوق الانسان تكون منعدمة، خاصة في الفترة الأخيرة. شوفوا معنا أنتوما فماش تكافؤ فرص في التعليم. شنو الأسباب؟ تو أن المرة الأخرى نحكي عن نقل المدرسة. يعني برشا اللي هو معناها متسبب بدرجة كبيرة. احنا في القروان هنا عندنا احنا رانا الأولى في الانقطاع المدرسي. الأخرانيين في النتائج نتاع المناظرات الوطنية في بكالوريا والبكالوريا. احنا كذلك أعلى عنا أعلى نسبة أمية، يعني كي تشوف هذوما أعلى نسبة أمية في آخر الدرجات في التعليم، ولولانين في الانقطاع المدرسي.
يعني علاش؟ على خاطر معناها ولايه كولايه القيروان معناها معناها معتمدياتها الممتده معناها وطبيعتها معناها كونها معناها اغلبيه سكانها معناها يسكنوا في الارياف، فما عندهمش معناها ادنى ابسط حق من حق الانسان هو النقل، يعني باش يمشي للمدرسه. يعني تصوروا انتم في ولايه القيروان 4500 طفل معناه ولا موراه كل يوم يمشيوا اكثر من 5 كيلومتر ابي، يعني على القدمين. لماذا؟ لانه ما فماش مسالك معناها مهيئه غير معبده، اي معبده، النقل ما ينجمش يمشي، مش الكيران برك، حتى التراكتور ما ينجمش يمشي، ما ينجمش يدخل حتى معناها بكريتها، ساعات كي تصب المطر خاطر طبيعه الارض هي معناها او حاله تولي يعني يغرق، فحتى نقل ما يمشي يجيبهم، يعني يقطعوا على سقيهم يوميا اربع. هذاك علاش هما في ايام الامطار والشتاء يعني انه ينجموا يقعدوا صغيرة هذوكم بالاسبوع ما يمشيوش للقرايه. مادام هند على خاطر حق بسيط، على خاطر حق بسيط سامحني هو حق النقل. شوفوا معناها قداش الحقوق نتاع الانسان مهضومه، تراجعت في 2022، في 2022 يعني نحكيوا على عوامل طبيعيه مثل الامطار توصل تمنع تلم. خليني نستسمحكم ونرفعوا لحضراتهم اذن صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه القيروان وما جوارها. الحياه فهم، الحياه فهم.